دابا مازال ما عرفش علاش درت ديك كات. دونك سي 6 6 ديال لي سيت اوكتا باغ ماي. ميرسي. دونك دابا غندوزو البسودو ماي. فوالا دونك على ما كيبان لي راه كلاغ وي ام جمال هنيا دونك فاطمة زهراء سي بيان. الور ندوزو لابسودو. دونك لابسودو تو سامبلومون كنجي كنختار هاد الطبقة هادي في زيرو، غنختار اختها عاوتاني في انكار اي دو ميم في ان دومي دو ميم في تخوا كار اي دو ميم في ان. فوالا دونك شنو غنديرو لهذا، غادي نخرجو على برا. فوالا كنبدا ندير كوبي كولي. سيت في التمارين نحتاج نطور الرسم ديال هاد لي ستركتور. ماشي بالضروره، المهم ماشي داك الرسم يكون بيرفكت يعني مثالي، غير الرسم عادي بحال هاد الرسم اللي كندير انا. الا قالك ديسيني ترسمي له غير بهاد الطريقه هادي، الا جيتي ترسمي بالمسطره غادي تضيعي بزاف ديال الوقت. كاين خلاص شي اساتذه كيركزوا على الرسم مي قلال حاليا، كل استاذ يشوف يسول الاستاذ ديالو مباشره، استاذ واش ضروري نرسمو داكشي يكون مقاد؟ الا قالك مقاد ما عندك ما ديري، واني اغلبيه راه ما كيرك. المهم هو توصل الميساج بحال هذا الرسم اللي كندير انا، ماشي شي حاجه اللي هي واعره، رسم عادي ولكني كوميم كيوصل المعلومه. دونك غادي نعاود نقسم هادي كوم سا، وراني الا جيتو تشوفو الكريستالوغرافي راه هي الرسم، راه كلها مبازية على الديسان. الا كنت كنرسم زعما لي ستريكتشر مزيان، ماشي بديك مزيان بديك الدرجة، ولكن المهم كنوصل الفكرة ديالي راه غنفهم مزيان. هي كلها مبازية على الشيما. Voilà, et après, comme ça, et voilà donc, quand il y a d'adouer la pseudo. Pseudo my. Est-ce que c'est clair? Donc, je vais te donner d'abord le Huawei Shrine Jdad. سيو جمال اس دوز قالك ضروري، مي ماشي ضروري داك الرسم يكون نيت فهمتي متقون 100، المهم يكون راس بحال كيوصل الفكره، يعني ماشي بالضروره تحز المسطره وتحط ليه الدائرات وهذا، يعني المهم الميساج يوصل وصافي، هذه هي اهم حاجه. ما جيتي في ليكزامان اس دوز ترسم بالمسطره وتقاد ليه لي ستريكتور، غتصدق مقاد لي ستريكتور وما مجاوبش على الاسئله، وهادشي اللي كيطرى لبزاف ديال لي زيتيديون.
الوغ ندوزو دابا دونك من بعد ما اكتشفنا هادشي كامل لي سيت اوكتا لي سيت تيترا ما بقى لنا دابا كاع لي زانفورماسيون نيسيسير عندنا. قلنا نحددو لهم لا بروجيكسيون لا اوتوماتيكمون راه غادي نحددوها لا لا نخدمو عليها من هنا نتدربو شوية دونك لي كوردوني réduite. Donc nous allons étudier les coordonnées réduites des sites tétra et octa. Voilà. Donc on va effacer ça pour que ça ne s'écale pas ليا. Alors, nous avons les coordonnées réduites des sites tétra et octa. Donc, nous allons commencer par la structure la plus simple, les cubiques à face centrée. Alors, commençons par petit a. Donc, on va double les sites tétra. Alors, soit une structure cubique à face centrée. Alors, comment je peux déterminer la position du site? Donc, je vais tout simplement le grand cube, le petit cube. Et alors, chaque petit cube, donc on va colorer les différents petits cubes le centre de gravité dialo. On aura un site. Voilà. De même, بالنسبه لهذا حتى هو اللي فوق منه. Donc chaque petit cube au centre ديالو il y a un site. Donc à deux. قال لي عاوتاني هادو اللي في الجناب. Donc un petit cube au centre de gravité. Alors on a les sites.